الإنسان الذي يصيب بمرض عضوي لا يتحرج في أن يشهر هذا المرض ويعلن إصابته، وقد يضع على حالة الجوال لا تنسونا من صالح دعائكم، ويستجيب الناس له بالدعاء، وقد يتكرمون بالذهاب إلى المشفى وزيارته وأخذ الهدايا إليه. في بعض الأحيان يتعرض الإنسان مثلا لكسر في أحد الساقين فيجد أماكن مخصصة لوضع السيارة. يعني هناك تعاون وتكاتف من المجتمع تجاه الأمراض العضوية، وهذا شيء ممتاز. الله يحب البر ويحب الإحسان. لكن بالمقابل الإنسان الذي تعرض لمشاكل وضغوط نفسية وصارت عنده اضطراب في هذه الكيميائيات النقلات العصبية، كيف يكون شعوره؟ أول حاجة يستحي أن يشهر هذه الحالة بسبب نظرة المجتمع. يعني للأسف الشديد بعض المجتمعات تنظر لهذه المشاكل، فقدان السعادة، الاكتئاب، الأمراض النفسية أو العصبية، للأسف ينظر له كأنها وصمة عار. لا نسمع أنه فلان زار فلان من المرضى المرقدين في المشفى أو في المستشفيات النفسية، والسبب نظرة المجتمع. على الرغم المريض النفسي أو المريض الذي يعاني من تغير في السلوك أو المريض الذي تكاثرت عليه الهموم والأحزان وتغيرت شخصيته بالكامل، هؤلاء الفئة من الناس هم أشد احتياجاً للبر والإحسان والدعم في هذه المواقف. فأنا أضع سؤال هنا، لماذا التمييز بين المشاكل السلوكية أو النفسية أو العصبية وبين الأمراض العضوية؟ ما لكم كيف تحكمون؟